بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني لدعمنا على الاستمرار والعطاء. موضوع حلقة اليوم عن زراعة التفاح من البذور، لأننا نقابل الكثير من الأسئلة عن هذا الموضوع. هل يمكن زراعة التفاح من البذور الموجودة بداخله؟ نعم، سواء كنا نتعلم كيفية زراعة بذور التفاح لحديقتنا المنزلية الخاصة أو لإشباع فضولنا بخصوص تجربة زراعة البذور، فمن المهم أن نفهم الطريقة الصحيحة للغرس والإنبات حتى نتمكن من الاستمتاع بهذه التجربة. وسنتناول هنا بالخطوات كيف تتم عملية زراعة التفاح من البذور، وسنختصر هذه العملية في 7 خطوات. أولا، في البداية علينا انتقاء البذور السليمة من قلب ثمرة التفاح بعد تناولها، ويجب انتقاء كمية مناسبة من البذور وليس واحدة أو اثنتين. وعلينا أيضا استخراج بذور التفاح للزراعة من أكثر من نوع تفاح، ولا نعتمد على نوع واحد فقط حتى نضمن جودة الثمار. الخطوة الثانية، نقوم بوضع البذور في كوب به ماء ونتخلص من البذور التي تطفو على سطح الماء لأن فرصة إنباتها تكون أقل، ثم نأخذ البذور الأخرى الراكدة في القاع ونضعها على منشفة ورقية ونتركها لتجف لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 أسابيع. في الخطوة الثالثة، نقوم بتغليف البذور جيدا بمنشفة ورقية ونضعها في كيس محكم الغلق، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 3 شهور أو 6 أسابيع على الأقل. في الخطوة الرابعة، بعد مرور 3 أشهر نستخرج البذور من الثلاجة، والآن يمكننا زراعتها تماما كما نقوم بزراعة أي بذور أخرى، حيث نقوم بتحضير تربة صالحة للزراعة، تكون تربة خفيفة وجيدة الصرف، ووعاء بلاستيكيا أو فخاريا به فتحات تصريف كافية وبعمق كافي، ونضع في هذا الوعاء من 10 إلى 12 بذرة، أو نضع بذرة واحدة في كل كوب بلاستيكي صغير، ونغرسها في التربة على عمق 1 سنتي، ونحافظ على التربة دافئة ورطبة، ونرويها بالماء بانتظام كما نروي النباتات المختلفة حسب حاجة التربة للري وحسب حالة الطقس المحيط بها. ويتم إنبات البذور عادة خلال 7 إلى 15 يوم. خامسا، ننتظم مع البادرات بالري ونبدأ بتسميدها عند ظهور 4 ورقات عليها، ونبدأ تعريضها للشمس المباشرة لمدة 2 ساعة يوميا. سادسا، عند وصول البادرات إلى ارتفاع 15 سنتي، نقوم بنقلها كل بادرة في الصيص مستقل بعمق لا يقل عن 20 سنتي، ونضعها في الظل لمدة 5 أيام، ثم نبدأ وضعها بالشمس تدريجيا حتى تتعود على جو اليوم الطبيعي. الخطوة السابعة والأخيرة، بعد وصول الشتلة إلى ارتفاع 70 سنتي، نقوم بزراعتها في الأرض المستديمة، حيث نقوم بإعداد حفرة بمحيط 40 سنتي وعمق 40 سنتي، ونقوم بوضع بعض السماد العضوي في قاعدة هذه الحفرة وخلطه مع التراب الأرض، ثم نقوم بردم جزء من الحفرة مع ترك جزء يعادل ارتفاع الأصيص الموجودة به الشتلة، وبعد ذلك نقوم بخلع الشتلة من الأصيص ووضعها في الحفرة والردم حولها جيدا، ثم
نرويها ري غزيرة بعد النقل مباشرة، وبعد ذلك ننتظم معها بالري المعتدل ونبدأ تسميدها بعد 3 أسابيع من النقل. ويجب الإشارة إلى أنه عادة تحتاج شجرة التفاح المزروعة بالبذرة إلى عدة سنوات لكي تبدأ في الإثمار، وقد تصل إلى 3 إلى 5 سنوات حسب جودة البذور وطريقة العناية بها وطريقة تسميدها والطقس المزروع به وما إلى ذلك من أمور العناية المختلفة بالنباتات. وقد لا تنتج شجرة التفاح الناتجة عن الزراعة بالبذرة ثمارا من نفس نوعية الثمار التي أخذنا منها البذور التي زرعناها، فعلى سبيل المثال قد نزرع بذور من تفاح أخضر فنفاجأ بظهور ثمار تفاح يحمل اللونين معا، الأخضر والأحمر الشاحب أو الأبيض والأحمر الشاحب. وفي هذه الحالة نحتاج إلى تطعيمها بأقلام مأخوذة من أشجار ذات مواصفات جيدة ومعروفة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني لدعمنا وتشجيعنا على الاستمرار والعطاء. وفي حالة وجود أي استفسار يمكنكم كتابته في خانة التعليقات وسيتم الرد عليه في أقرب فرصة إن شاء الله. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.